اهلا وسهلا، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. فاليوم غادي نديرو كيكه ديال الماندارين، كتجي لذيذه ورائعه بواحد الصلصه حتى هي زوينه بزاف. ودابا وقت الماندارين فنستغلو ونصايبو منه وصفات زوينه بحال هاد الكيكه. فندوزو المقادير وطريقه التحضير. فهنايا غادي نحتاج 3 ديال البيضات درجه حراره المطبخ، وعندي خميرة الحلويات 15 غرام، ورشة ديال الملح، 3/4 كأس ديال الزيت، نص كأس ديال سكر سنيدة، فتقدروا تزيدوا إلا كتعجبكم الحلاوة، وياغورت طبيعي، وتقدروا ديروا أي نكهة. وعندي 2 كيسان ديال الدقيق الأبيض، وجوج مندارينات. خديت الخلاط الكهربائي وضعت فيه ديك المندارينات، من بعد ما قطعتهم غادي نوضع البيض. كاع المكونات غادي نديرهم في الخلاط الكهربائي، ما نحتاج هنا لا طراب لا والو. وسكر سنيده كيف قلت لكم، فزيدوا نتوما الا كتبغيو الحلاوه، والزيت والياغورت. وغادي نطحن كل شيء مزيان حتى يطحن ليا ديك المندارين، ما يبقاش هكا طروفه، ولا حتى يولي ديك الخليط رطب. صافي، من بعد ما تطحن مزيان غادي نكب ديك الخليط في واحد الاناء، وغادي نبقى نضيف الدقيق شويه بشويه. انا الدقيق راه ديجا مغربلاه، هنايا درت 2 كيسان ما عامرينش. فكاين الدقيق اللي كيشرب كاين اللي لا، فانتوما غديروا 2 كيسان وتشوفوا عينكم ميزانكم، ما تقصحوهاش بزاف، ما تخليوهاش جاريه، راكم عارفين القوام ديال الكيك كيفاش كيكون. غادي نبقى نزيد شويه بشويه ونخلط حتى نحصل على القوام اللي بغيت. صافي، انا هذا هو القوام اللي حصلت عليه كي كتشوفوا. هنايا خديت واحد المول طويل اللي وضعت له الورق الغذائي، فتقدروا تدهنوه بالزبده وترشوه بالدقيق، او تقدروا ديروا مول مدور اللي يعجبكم. فانا درت الورق الغذائي باش كيجيني ساهل باش نزوله من تما، والجنيبات دهنتهم شويه ديال الزيت. غادي نخوي الخليط ديالي في المول وندخلو الفران مسخن على 180 درجه حتى يبان ليا تحمر مع الجناب، وان شاء الله يتحمر من الفوق. وغادي نخرج الكيك ديالي. فالوقت اللي غيكون الكيك كيطيب، هنا غادي ندوز نصايب الصلصه اللي غادي نكبها له من الفوق. هنايا عندي كاس ديال عصير البرتقال، وغادي نضيف ملعقه ديال النشا، ملعقه كبيره ديال النشا. نتوما الا بغيتو تزيدو معلقه كبيره ديال السكر سنيده، فانا اكتفيت بالحلاوه ديال البرتقال، ما زدتش سكر سنيده. غادي نخلط ديك النشا والعصير البرتقال حتى يذوب مزيان، من بعد غادي نديرو فوق النار ومع التحراك، ما نحبش من التحراك حتى يختار ليا الخليط. ما خصكمش تحبسو من التحراك باش ما يتكور ليكمش. صافي، غير اختار وغادي نحيدو. هالكيك من بعد ما طاب فانا خرجته من الفران، غادي نخليه يبرد شويه ونزولو من المول، وغادي نكبلو الصلصه اللي غتكون وجدات. فهي الصلصه راه باقا سخونه والكيك راه بارد، كبيت عليه من الفوق. فهاد الصلصه كتجي لذيذه بزاف، وكيجي الكيك زوين حسن ما نديروه ناشف. صافي، وغادي نزوق الكيك، كل واحد كيف بغى يزوق، ولا تخليوه هكا، ولا ديروا له رقائق اللوز، كيف ما يعجبكم. فالتزيين كيبقى اختياري. فانا هنا غادي نزين بشرائح ديال المندارين،
اللي قطعتهم هكا نوضعهم على الوجه وصافي. هذا هو الكيك ديالنا، راه وجد كيف قلت لكم كيجي لذيذ بزاف ورائع، ما تشبعوش منه. راه ديك الكيكه سهله ديك النار، كل شيء عجبته حماق عليها. فنتمنى تجربوها وتردوا لي الخبر في لي كومونتير كيف جاتكم، فانا متاكده غتعجبكم مليون في المئه ان شاء الله. وما تنساوش الى عجبكم فيديو ديروا جيم وتخليوا لي تعليق. فهنا وصلنا لنهاية الفيديو، فنتمنى تعجبكم الكيكة وتبقوا على خير. نهاركم مبروك وبسلام عليكم.